السلام عليكم، شكرا لكم. فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون على ارخص كروت شاشة تقدر تشريهم، يعطوك اداء لاباس به، اداء جيد. جبتكم الكروت هذو هما سورتو هاد الفترة، على بيه حبيت ندير هاد الفيديو. سورتو هاد الفترة الاسعار راهم طالعين بزاف، سورتو على كروت الشاشة راهم طايرين كاع الاسعار. كيما سير سورتو سير الاخرى تاع 3000، راهم اما اسعار كاع القطع كامل راهم غاليين، ماشي غير الكارت جرافيك، راهم طايرين في السماء. سورتو لي كارت جرافيك راهم غاليين بزاف. جبت لكم هاد لي كارت جرافيك لي شغل رخاص كامل، تقدر تشريهم يعطوك اداء جيد. رخص من هكذا راك شغل ما تشريش خير، زيد لم هكا وشري، على خاطر هادو راهم هادو ما وراهم ضعاف، خلي تزيد تشري ضعف من هكذا وبسعر غالي. فهمت كيف؟ قبل نشوفوا الكروت هادو اللي حنا وريهم لكم، ما تنساوش تشتركوا في قناه دوك الشركين، نديروا جو فيديو وترش فوق العبيتو الناس كامل تاع تقفلوا صح دي الابوني. وين نبداو؟ اول حاجه تصاور لك كروت جرافيك هادو مليك، تصاور شكل عادي ديجا كروت هادو شويه مده ملي خرجوا. الاولى اللي كان في 650، لي سعر تاعها راهو يدير من 4 ملايين حتى ل 5 ملايين على حسب النسخه اللي تشريها. وانا كصراحه كارت جرافيك هذه ما عجبتنيش بزاف، بصح لاباس بيها في بي سي، لاباس بيها. نورمال البري تاعها ما يفوتش 2 ملايين ونص، راهي واصله حتى 4 ملايين 5 ملايين. نورمال كانت غير عندها فتره برك ملي كانت دير 3 ملايين، ما عندهاش فترة طويلة ولا في هاد الأيام برك كانت دير 3 ملايين، 3 ملايين وميتين، 3 ملايين ونص، طلعت حتى 4 ملايين 5 ملايين. على حسب النسخ، كاين نسخ غالية، نسخ رخاص، وكاين نسخة تجي بمروحة وحدة، كاين زوج مراوح، كاين ثلاثة. ما 1650 نورمال مفيهاش ثلاثة، بصح النسخ يختلفو. الكارت جرافيك لي موراها نورمال ماكو عرفتوها، لي تبعو القطع لي هي 1660، هذه كارت لاباس بيها ثاني. بصح بالبري هذا راه هي البري هذا بالنسبه للمقارنه للبري شغل ارخص لي بري كاع. راه يدير بجي اي دير من 5 ملايين و200، 5 ملايين و600 حتى 6 ملايين. وبالنسبه لي بري هذا تلقاهم، تقدر تلقاهم قل، تقدر تلقاهم اكثر، ماشي زعما 4 ملايين ولا، تقدر تلقاهم اكثر. ما ماشي 5 ملايين، ممكن تلقاهم اكثر على حسب النسخ، كاين بزاف نسخ في لي كارت جرافيك هذو. و علاش جبت لكم انا غير زوج لي كارت جرافيك، ما جبتش واحد اخرين؟ الاخرين راهم البري اسعار خياليه، كاع من 8 ملايين وروح حتى 19 مليون الكارت جرافيك. خلي الكارت جرافيك الاخرين كيما 3090 تكون عند 30 مليون ولا 40 مليون، سما غير نريحو في هادو خير، هادو راهم غاليين. كيما كارت جرافيك كيما هادي ب 6 ملايين ماشي بري تاعها. بصح هادو هما لي كارت جرافيك شغل الرغا لي يحبو يشروها مستعجلين، هادو هما لي كارت جرافيك رخاص كامل لي تقدر تشريهم ويعطوك أداء جيد في هاد الفترة. هاوليك الأسعار تاعهم هما لي كاسمين لي كارت جرافيك هادو. وكاين ثاني السي سوبر و تي أي، بصح هادوك الثاني الأسعار تاعهم مرتفعة، الأسعار تاعهم راهم غاليين، على بالي باش نحطهم فيديو اليوم. وإن شاء الله كينخفضو، إذا خفضو الأسعار راح نديرو كارت جرافيك واحد اخرين تقدر تشريهم باسعار رخاص. لحد الان هادو اللي راهم يدورو. وهذا غادي فيديو اليوم، شحال كنت نكون فيديو اليوم فتكم به. كيما قلت لكم شاركوا في قناه دوك الشركين، ديروا جو فيديو باش تصبحوا حبيبي الناس كامل تاع تقفلوا صح دي الابوني. تلقاو فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.